السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم راح نحضر مع بعض حساء السمك الرائع، كيفية سهلة وسريعة. نبدأ على بركة الله مع المكونات. نحتاج إلى 2 حبات بصل متوسطة أو وحدة كبيرة، نحتاج إلى حبة بطاطا كبيرة أو 2 متوسطة، حبتين من الجزر المتوسطة أو حبة كبيرة، الكل مقطع إلى قطع صغيرة، حوالي 250 غرام من أي نوع من السمك، وكذلك 200 غرام من الدجاج، حبة كوسة أو قرعة كبيرة، كمية من البقدونس وكمية من الكرفس حسب الذوق، 4 فصوص من الثوم، 2 إلى 3 ملاعق زيت زيتون أو زيت نباتي، نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود، نصف ملعقة صغيرة كمون، وملعقة صغيرة ملح. نخلط المكونات ونضعها على نار هادئة جدا بدون إضافة أي سوائل، ونتركها لمدة حوالي 20 إلى 30 دقيقة مع المراقبة. بعد مرور حوالي 25 دقيقة، نضيف كأس من الماء الدافئ ونتركها دائما على نار هادئة إلى أن تطهو كل المكونات. نرحي المكونات مع إضافة نصف حبة عصير ليمون، وإذا أردت إضافة الماء فهذا يرجع لك سيدتي حسب الذوق تاعك، كاين اللي يحبوها ثقيلة كي اللي يحبوها خفيفة، أنا نحبها ثقيلة. تقدم هذه الكيفية مع إضافة الجبن المبشور إذا توفر والبقدونس المفروم ناعم. نشجعكم حبيباتي باش تجربوا هذه الوصفة لأنها صحية وسهلة للغاية. وما بقاليش الآن غير نقول لكم مع السلامة وإلى وصفة جديدة إن شاء الله تعالى.